مشاهدينا نحييكم من جديد. رئيس رابطة السجائر يطالب بتقنين الحشيش لأنها ستعالج العجز في الموازنة وستدخل إلى ميزانية الدولة أموالا طائلة. ما زلنا معكم نناقش هذه القضية. هكمل بس التليفونات لأنه لا معلش بعد إذن حضرتك قبل التليفونات أنا بس في حاجة عايز أضيفها. أستاذ إبراهيم إمبابي اللي دخل معنا في مداخلة لأن إحنا مش عارفين نتكلم مع حضرتك أولا ولا عارفين نتكلم مع الدكتور أستاذ إبراهيم إمبابي اللي دخل معنا على الهوى، أنا عايز أقول له حاجة واحدة بس، إحنا وزير الصناعة مش معيننا، دي الجزئية الأولى. وزير الصناعة في مصر مش معيننا زي ما حضرتك متعين كده اقعد في المكان الفلاني. إحنا لما بنتكلم بنتكلم من صوت حر. الدكتور اللي قاعد قدامي وعمال يبتسم ويعني حاطط في دماغه ان هو يعني كده هو اللي فاهم الطب وعمال يقول لي انت بتشرب وانت بتشرب، وانا ما زلت لحد دلوقتي انت شخص محترم الحياديه سايكوباتي ومحترم شخص هستيري سايكوباتي ومحترم هاوي شهره ومحترم المشاهدين عايز تعمل لنفسك حاجه ومحترم المشاهدين ولقيت وحضرتك مش محترم البدله اللي انت لابسها. انت شخص سايكوباتي يا جماعه. لا 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 لو سمحت لو سمحت اكمل كلام اكمل كلام لو سمحت خليني اسمع اكمل كلام لو سمحت اكمل كلام لو سمحت اكمل كلام استاذ وائل. حضرتك لا احترمت المهنيه ولا الحياديه ولا احترمت ضيوفك. طيب. وانا بعتذر لان انا جاي اناقش الموضوع بشكل اقتصادي وحضرتك اقتصادي ايه اقتصادي حضرتك بتدخل لي الناس من الصعيد قاعده على مصطبه. طب ما تسيب الناس ليه بتمتهن الناس ليه بتهين الناس؟ انا منسحب وما عنديش استعداد ان انا اقعد اتناقش. طيب. بشكل اقتصادي. طيب. فضل. الطريقه فضل. اللي حضرتك شايفها. طيب. انت والبيت بعد اذن فضل. حضرتك استاذ عصام معانا على التليفون انا ما عنديش مانع ان انا نظر سعادتك في اي وقت. طيب استاذ لو سمحت يعني لو سمحت وجبنا فلاشه عشان البي يعرض ويشوف التقارير بتاع الامم المتحده والمفروض احنا بنتكلم بشكل علمي واقتصادي والبي بوظ لنا الحلقه. طيب. بالمداخلات فضل. وفي نفس الوقت انا بس استاذ عصام الحجاج على انت على فكره بتسيب المشاهدين أنا مش بس انا بشكر حضرتك استاذ عصام حجاج. استاذ عصام اتفضل. استاذ وائل اتفضل. استاذ عصام اتفضل. انا بس عايز اقول لحضرتك وما تزعلش مني يا استاذ وائل في نقدي. اتفضل. لا لا براحتك تماما. طيب اولا البرنامج بتاع حضرتك اولا عدم الصياده لمرتكب الجرائم دي قبل اي حاجه. الايه؟ عدم الصياده لمرتكب اي جريمه. البرنامج الايه؟ البرنامج عاد مصيادة لمرتكب الجرائم. بس عايز اقول اللي بيتم على الشاشة الان دلوقتي ده بيمثل جريمتين. دكتور اسامة من الضيف جريمة اعتراف بتعاطي المخدرات زي ما الاستاذ نجيب جبرائيل قال، وللأسف الشديد ولو انك تزعل مني من حضرتك جريمة تحريض على ارتكاب تلك الجريمة واساءة لجموع الشعب المصري. النص المادة 171 يا أستاذ وائل بيقول كل من أغرى واحد أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل. بس أنا عايز أقول أنت تستفيد في جزئية بسيطة ومش بجاملك فيها، أنك أنت عندك انتفاء القصد الجنائي فيها، أنك أنت ما عندكش القصد المتعمد أنك أنت تغري هؤلاء الناس. لكن هو بيرتكب جريمتين وجنايتين معاقب عليه قانونا. هذا أمر. الأمر الثاني أنا عايز أسأل الضيوف اللي هم بيروجوا للتقنين في الفاصل. ماشي يا فندم على فكره. طيب ده لجنه الاصلاح التشريعي بتاريخ 1/4 على برنامج على كذا برنامج. خلينا يا جماعه بس احفظوا ومنهم الموجز قالت ان احنا بندرس يا استاذ تقنين الحشيش. الرابطه قالت ارجوك اتفضلوا حضرتك خلينا هو يخلص بس وعلق. لا اصل هو بيقول احنا بنروج احنا ما بنروجش كل ده بتروج. لا احنا ما بنروجش. انا قلت لحضرتك انا ما بشربش سجاير حضرتك يا استاذ عصام اتفضل ولا اروج لهذه الفكره. لو سمحتوا يا جماعه بس لو سمحت الناس لو سمحت بتعرض لو سمحت لو سمحت استاذ عصام اتفضل ما يقاطعنيش. اتفضل حضرتك استاذنا كبير يا فندم. انا اولا اشك انك انت زميل محامي لانك انت لو زميل محامي هتعرف ان دي جريمه وان كان مفروض انك انت ما تساهمش فيها. روجنا احنا ما بنروجش الحاجه. انا بقول لحضرتك انا الامر الثاني يا استاذ وائل احنا حضرتك بيقول في حجم تجاره يا استاذي غير مشروع 42 مليار. شوف الدولة تستفيد من حجم التجارة الغير مشروعة ده ايه؟ هو ده كل كلام الاستاذ اسامة. لا قال اشربوا ولا ما قالش يا استاذ وائل. يا استاذ وائل
انت حضرتك بتتكلم احنا بنروج احنا ما بنروجش انا. طيب ممكن اكمل كلامي بعد اذنك حضرتك؟ اكمل كلامي اتفضل. هل انا عايز اعرف في الفاصل وبدون تهكم ضربوا كم نفس في الفاصل؟ يعني طالما هم بيقننوا وبيقولوا هذا الكلام عايز اقول يا استاذ وائل ومن غير تهكم انا الصبح النهارده على كلامه ده، يعني بدل ما ادي ابني مثلا 5 جنيه يجيب له سندوتش وراح المدرسه ازودهم له عشان اقول له يجيب صباع. يعني النهارده انا عايز اقول حاجه يا استاذ وائل بعد اذن سعادتك. اتفضل. نقنن الدعاره طالما ده مبدا، بمعنى نقنن الدعاره ان الدعاره تعمل بطاقه ضريبيه واقرار ضريبي كل سنه تقول اشتغلت كم مره وكسبت كام. ده هزل وعبث للاسف الشديد بيشارك فيه محامي. وزي ما قلت حضرتك انا بسالك سؤال يا فندم بصفتك رجل قانون. فضل. هل القانون اعطى وزير الصحه ادراج اي عقار في الجدول واحد او اثنين وثلاثة وشيلوا منهم ولا لا؟ احنا بنتكلم قانون. تمام. القانون اعطى لوزير الصحة هذه السلطة. تمام. اذا الاستاذ اسامة كلامه لا يتنافى مع القانون، هو بيخاطب وزير الصحة بدراسة تقنين هذا العقار اللي مدرك في جداول المخدرات. انت بتحرر على جريمة دلوقتي، دي جريمة، دي الجريمة يا فندم حضرتك في القانون ده. ما تسمعوا بس اسمعوا يا حضرتك. انا بسمعه، انا بلاش قانون يا فندم. اسمعني بقى، انا هرد عليك من الناحية القانونية. اتفضل يا فندم. انا هرد عليك من الناحية القانونية. انت ممكن تقول هذا الكلام ان لم تكن تلك الجريمة مقننة في قانون العقوبات باعتبارها جريمة، فيضحى القول اللي انت بتقوله ده تحريض عليها. لا انت بتتكلم في ايه يا فندم؟ انا ما حرضتش ولا عايز احرض ولا بشرب ولا عايز الناس تشرب، احنا بنتكلم في نوع معين. اذا كان في رفض مجتمعي لظاهره الحشيش ففي رفض مجتمعي لظاهره تعاطي الخمور، وزي ما الدوله جت في يوم من الايام وقننت الخمره واستفادت منها، هو بيطرح فكره، هو بيقول لك احنا عايزين حلول غير تقليديه لهذه الظاهره. حجم الرواج فيها تجاوز ال 42 مليون. يا دوله فكري باسلوب جديد ازاي تستفيدي من هذه التجاره. ازاي يعني انت كدوله انت ما حسبتش الاضرار؟ رد عليا. انت ما هو قال لك انا مش بحسب استفيد من 42 مليون، ما فكرتش في حوادث الطرق اللي بتيجي عن اللي بتنجو. هو قال الكلام ده للمختصين. يعني حضرتك تتكلم في القانون، دكتور يطلع يتكلم في الطب، المهم ان احنا نكشف الجريمه دي وحجم تجارتها المهول، وازاي الدوله تبدا تشوف اجراءات غير الاجراءات المعتاده. عبث اللي انت بتقوله ده، وهزل ده، عبث اللي انت بتقوله ده، عبث. انا ما بقولش مش انا صاحب الفكره ولا انا اللي اصدرت البيان، انا جاي اوضح موقف قانوني وليس اكثر. يا استاذ الفاضل انت بنص القانون بتعاقب على تلك الجريمه، انت معاه محرض. انا مش محرض والله ولا حرضت. لا انت محرض. حرضت على ايه يا فندم؟ وبعدين يا استاذ وائل انا عايز اقول حاجه بعد اذن سعادتك. اتفضل. لما انا بقنن، هل هو يرضيك مبدا انك انت تقنن الدعاره طالما انت بتقنن المخدرات؟ انا ولا راضي على تقنين الحشيش. لا، وهتقنن تجاره السلاح كمان. ولا راضي على تقنين تجاره السلاح، ولا راضي عن تقنين الحشيش، وما بشربش اصلا سجاير. بس انا كل اللي عايز اقوله حاجه، الدوله الحلول التقليديه لمكافحة الظاهرة دي غير مجدية. على الدولة بقى ان هي تشوف حجم التجارة ده. طيب استاذ، خليني بس استاذ دكتور علي الخطيب. استاذ عصام الف شكر. استاذ دكتور علي الخطيب، عميد كلية اللغة العربية الاسبق. دكتور علي اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم يا استاذ وائل. اتفضل يا استاذ علي، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا كلام باختصار، أنا معجب بيك وبالبرنامج بتاعك، وتحياتي لك وللعاملين معك. الله يخليك، اتفضل. أولا، في روسيا عملوا دراسة على الشباب الواجب القوات المسلحة الروسية، فوجدوا كل 7 من الشباب يصلح 1 للتجنيد. وكذلك في أمريكا وجدوا كل 7 من الشباب يصلح 1 تجنيد. فنعمل ايه في المسلمين؟ اغزوهم بالمخدرات، اغزوهم بالمخدرات. هذا جانب. الجانب الاخر، ان الفقهاء الاسلام قالوا ما اذكر كثيره فقليله حرام، والسكر حرام ولو كان من لبن. يعني لو شربت كوب لبن وحسيت نفسك دخت او غبت، ما تشربش هذا اللبن لانه لا يصح لتناوله لان جسمك مش قابله. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. فكيف هؤلاء
لانه عايزين ان نرتزق من حرام. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سعه في النار اولى به. الحشيش حرام ولا حلال؟ رد علي. لا الحشيش حرام. الحشيش والخمر حرام. اذا ما ياتي من كسب من وراء هذا الحرام موقفه ايه؟ الدولة، الدولة دلوقتي حضرتك احنا بنتكلم بنقول الدولة لابد من حلول غير تقليدية لمواجهة الظواهر دي. لو سمحت، لو سمحت يا ابني، لو سمحت يا حبيبي، لو سمحت يا حبيبي. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عمل الشيطان فاجتنبوه. أنا يا أستاذ وائل أشكرك شكرا جزيلا، وأطالب السيد اللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية المحترم أن يتم القبض على تاجر المخدرات اللي استأذن ولم يحترم الحلقة، ومن يؤازره وهو الأخ المحامي. أنا ما بأزروش والله، ويمكن ضد كمان فكرة تقنين الحشيش، بس أنا بتكلم في طرح حلول غير تقليدية للدولة. هذه تجارة غير مشروعة. الدكتور بيقول ان عدد المدمنين في تزايد ومش لاقيين لهم اسرة، وده يدل يدل على ان في زيادة للظاهرة دي. ازاي الحلول التقليدية تقليديه يعني ايه؟ تقليديه يعني ايه؟ واحد اللي بنتطلع واحد عايز يتعالج اقوم اقول له خد زياده. يا فندم حضرتك دلوقتي انت ايه؟ واحد عايز يتعالج اقول له لا خد ده بقى الحلول اللي بيطلع، الحلول اللي بيطرحها. واحد بيحصل له ايه؟ عنده اكتئاب، احنا بيشك في مراته بقى عشان نتكلم بقى الحشيش بيعمل ايه. استنى بقى اتكلم طبي بقى، نتكلم طبي. الحشيش دوت جزء الصغير منه بيسبب سعاده، الكميه الكبيره بتسبب اكتئاب، بتسبب ضعف جنسي. تمام بقى، نقول الكمية الصغيرة امتى والكمية الكبيرة امتى؟ يشك في مراته، يشك في اللي حواليه، يقتلها، تسبب زيادة نسبة الاغتصاب، تسبب هلاوس وضلالات، تسبب عدم تقدير المسافات والوقت في حوادث الطرق. انا مش معترض مع حضرتك في كل ده، تسبب عدم القدرة على الادراك. طيب. على الادراك حجم التجارة غير المشروع ده ايه؟ فلو واحد بيشرب حشيش ومتخذ قرار معناها البلد تضيع في داهية. عشان كده قلنا ان ساعة لما قلنا مجلس الشعب طرحنا فكرة ان لازم الناس يتحللها مخدرات عشان دول متخذي القرار. متخذي القرار هو ده اللي بيعمل الحشيش. علاج الحشيش ايه؟ في ادوية مضادة للاكتئاب عشان تعالج الاكتئاب اللي بيعمله في حشيش، في ادوية تقلل اللهفة اللي بتحصل للواحد عشان يتعاطى، في علاج جمعي ان هو كذا واحد من المدمنين يقعدوا مع بعض يتكلموا مع بعض، يحلوا يشوفوا مشكلة، يشوفوا مشكلتهم ومشاكلهم، في علاج سلوكي ادراكي. كل ده بيتعمل، للاسف كل دوت ما بيتغطاش اعلاميا. اللي بيتغطى انت وصاحبك. لا انا مش، أنا مش عارف مين وراك. انا لم اصرح، مين وراك؟ انا لم اصرح، مين وراك؟ انا مجرد اتصال جالي. اشخاص هواة شهرة عندهم ميول ضد المجتمع، عايزين ينشروا افكار سلبية، وللاسف فين اللي بينشر ده؟ مين وراكوا؟ حد فين اللي بينشر؟ حد صدركوا في الاعلام؟ فين خلاكوا تبتدوا تتكلموا ويظهر لكم؟ مش انا والله، انا ما اتكلمتش في الاعلام خالص. انا حضرتك تم اتصال تليفوني بيا، تعالى عشان خاطر في حد هيكلمنا. لا انت جاي معايا، ده انت ركبت الموجه معايا، هو بدا وانت ركبت الموجه معايا. لا حضرتك انا ما ركبتش ولا روقت ولا ليا علاقه بالبيان اللي صدر. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يا استاذ وائل، اللي هم ضد المجتمع، اشخاص الهستيريين اللي هم هواة الشهره، حب الظهور، حب ان الضوء يبقى عليهم. طب لجنه الاصلاح التشريعي صراحه يعملوا اي حاجه؟ طيب ان شاء الله يقلعوا ملط عشان الناس تركز معاهم. حضرتك دي اتهامات. طيب خليني بس اخد، خليني بس يا جماعه، الدكتور اسامه الغزالي حرب، السياسي البارز. دكتور اسامه اهلا بيك. اهلا يا وائل، اهلا بيك. اهلا بيك دكتور اسامه، اتفضل. بص يا وائل، انا الحقيقه يعني لقيت نفسي بتفرج على البرنامج بتاعك، والموضوع مهم جدا جدا في الحقيقه. انما انا اعتقد ان طريقه التناول بتاعته ماشيه بطريقه خاطئه تماما، وانا حزين لهذا. يعني وخصوصا ان الشاب اللي كان بيعرض فكرته وخد بعضه ومشي، انا كنت اتمنى يكون قاعد موجود. وانا الحقيقه كنت ملاحظ ان هو اعصابه ثابته بشكل غريب جدا، انه ما عدناش خد بعضه ومشي. على اي حال، هي جوهر الفكره اللي احنا بنناقشها يا وائل. اولا ان تناول الحشيش قطعا كمساله كارثيه وشيء ضار بالصحه وبالاعصاب، واحنا كلنا عارفين مداره. نمره واحد.
وعلى فكره انا عمري ما شفت حشيش في حياتي لغايه دلوقتي، عمري 68 سنه وعمري اصلا ما شفت الحشيش ده شكله ايه. فنمرة واحد اعرف ان الحشيش قص بالتاكيد له مضاره الكبيره. نمرة اثنين الكارثه الاخرى انه في مليارات الدولارات الجنيهات بتصرف في الحشيش وبتضيع في في في, في, في الهواء طبعا. السؤال هو ايه؟ كيف نقضي على ذلك؟ ازاي ان احنا نقلل او طبعا يا ريت نقضي على استهلاك الحشيش، وكيف يعني نوفر هذه الاموال اللي الدوله بتخسرها؟ الراجل اللي جه عندك حاول يقدم حل، وانا شايف انه حل له منطق، وعلشان وانا بس مندهش ان كل الذين تدخلوا بلا استثناء لم يدركوا هذه الحقيقه. في مواجهه الحاجات اللي من نوع ده وائل في فلسفتين. بس حل له منطق يا دكتور اسامه؟ لا ما انا هقول لك بس اسمعني النبي وائل كلامي. يعني مثلا في عندنا الخمور، في فلسفتين في مواجهه تناول الخمور، المنع والإباحة. فمثلا مصر بتبيح الخمور، وفي بعض البلاد العربية الخليجية بتمنع الخمور، ومع ذلك في مصر اللي هي الخمور فيها مباحة نسبة تناولها ضعيفة جدا 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 بالقياس البلاد اللي هي ممنوعة فيها. ليه؟ لأنه لما بيكون حاجة ممنوعة في يقبل عليه، وكلنا فاهمين الحاجة دي. نمرة اثنين كارثة أخرى اللي هي الدعارة، مثلا في ناس بتبيعها وفي ناس بتمنعها. مصر في فترة معينة من تاريخها كانت بتبيعها، ولغاية دلوقتي بأنها بتمنعها. في بعض الناس من خبراء الأمن بيقولوا أنه إباحتها بيساعد أكثر على مواجهتها أكثر من منعها. إذن هي الحقيقة بنتكلم عن فلسفة مواجهة هذا الموضوع. الراجل بتاع اللي انت جبت بيقول أني أنا لما سأبيح تناول أو بيع هذه المادة بشكل قانوني هأدي إلى نمرة واحد رقابتها، نمرة اتنين إنها هتبقى من الممكن جدا إن أنا يعني أستفيد كدولة من مثل هذا، وخصوصا إنه سواء أردنا أم لم نرد للأسف في ملايين الناس بيستعملوا هذا. هو الراجل بيقول لك تبيح هذا الموضوع وفي نفس الوقت تقننه، وفي نفس الوقت أنت بتواجه اي سوء استعمال له. خد بالك كمان ان هو مش بيتكلم عن كل الحاجات، احنا بنتكلم بس عن الحشيش عشان واحد يقول لك بتتكلم عن الكوكايين. لا 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 لا، هو بيتكلم بس عن ماده الحشيش، ودي لها خصوصيه مختلفه عن الحاجات الاخرى. اذا في الحقيقه من المهم ان احنا لما نناقش مثل هذه القضايا نناقشها بموضوعيه شويه. هل هذا الكلام او هذه الفكره تساعد على تقليل استهلاكها او القضاء عليها وتوفير فلوس على الدوله ولا لا؟ وخصوصا زي ما هو قال ان في بعض الدول في اوروبا لجأت الى اباحه هذا، ومش بالضروره لما تبيح هذا بتخلي كل الناس تاخدها ابدا على الاطلاق. وبالضبط سوء الاستعمال بتاعها زي سوء استعمال الكحوليات مثلا. طب ما انت فعلا ممكن زي ما انت بتقول ممكن واحد سواق يكون متعاطي مخدرات يعمل حادثه، وايضا ممكن واحد سواق يكون مش نايم كويس بيعمل حادثه، وممكن سواق بيكون متعاطي كحوليات بيعمل حادثه. ففي هذه الحالات في جميع الحالات القانون يقنن هذا ويمنع تناوله. وبالتالي يا اخواننا تؤخذ هذه المسائل بعمق شويه اكتر من مساله ان احنا قاعدين بنشتم الراجل وانت عايز تخرب وانت عايز المساله. لما هي الـ 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 الفكره صادمه يا دكتور اسامه. هل اقنن؟ معلش انا شايف حضرتك هل اقنن الفساد والانحراف؟ لا 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 مش لا 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 مش مسائل فساد ولا انحراف، دي حاجه ثانيه خالص. ما انت برضه ما تخلطش المسائل ببعضها. لا خالص، انت بتتكلم عن ماده معينه، واخد بالك؟ بالظبط زي تقنين الخمور. هل الخمور يعني هل منع الخمور بيساعد على الحد من استهلاكها، ولا اباحتها هو اللي بيساعد حد من استهلاكها؟ احنا في مصر هنا لما ابحناها ما فيش. هو ما ده سؤال بسيط يا وائل. الخمور مباحه في مصر، نسبه كم من المصريين بيشربوا خمور؟ اقل من 1%، اعتقد اقل بكتير 1%، مع انها مباحه. الظاهره دي واخد بالك؟ في اماكن اخرى من العالم وفي اماكن اخرى عربيه، بلاد اخرى عربيه ممنوعه، ومع ذلك استهلاك طب مصر بكتير. اذا يا اخواننا ناقشوا المسائل بطريقه موضوعيه اكثر من هذا، ومش مساله الهجوم على الراجل وانت بتعمل وانت نقبض عليك وما اعرفش ايه. الراجل بيتكلم فكره ثانيه خالص.
أنا كنت حزين وكنت أتمنى أن النقاش يكون أكثر عمقا من هذا وأكثر فهما لجوهر الفكرة اللي الراجل بيطرحها. بس دكتور أسامة طبعا ده لما هيتقال من سياسي بارز زي حضرتك هتؤخذ المسألة وكأنك تشجع على نفس الفكرة، يعني أشجع لا 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 على تقديم الدعارة والمخدرات وتجارة السلاح لو سمحت. بس يا بص لا يا لا يا وائل 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 ما هي كده عنوانها هيبقى دكتور أسامة الغزالي حرب نقطتين لا لا أدعو لا لتقنين لا الحشيش لا والدعارة وتجارة السلاح. لو سمحت لو سمحت بس ممكن نعمل لهم حزب لو سمحتوا يا جماعة لو سمحتوا أنا بسأل لا يا وائل لا يا وائل لا يا وائل لا يا وائل لا يجب أن احنا نمتلك شجاعة مناقشة كل أفكار غير تبدو غير تقليدية لمواجهة المشكلة. هدفنا إن هي إيه؟ إن أنا أقول لك أنا عمري في حياتي ما شفت الحشيش ده، ما أعرفوش أصلاً. إنما في مشكلة وأعرف إن في مشكلة كثيرة في مصر، كيف نواجهها؟ الراجل بيطلع أفكار جديدة غير تقليدية، شكلها يخضنا، يقول لك إبيعها، ممكن لما أبيعها هساعد أكثر في القضاء عليها. وقلت لك مثال زي الخمور، طب ما الخمور متاحة في مصر يا وائل، إنما نسبة كم المصريين بيشربوها؟ هي المسألة أعمق بكثير من الطريقة البسيطة اللي المسألة أخذت بيها والتي لم تتح للراجل ان يعرف فكرته، واللي انما بالحقيقه احنا لازم نتعود. انا عندي يعني عندي وزاره التضامن الاجتماعي اعتبرت هذه الدعوه تهديد للسلم الاجتماعي ونسف لكل الاموال التي يتم انفاقها والجهود التي يتم بذلها لمكافحه المخدرات. لا لا يا وائل ما فيش داعي نكبر المسائل بالشكل ده. دي فكره للحل مش فكره لنشر المخدرات. ده هي في جوهرها فكره للقضاء على انتشار المخدرات. طب دكتور زي ممكن نسمع بتكلم عن الحشيش بالذات دكتور هنا تفضل دكتور ابراهيم. اهلا دكتور اسامه. وبعدين دكتور اسامه كل العيال عنده عائله طبيه، يعني عائله طبيه الدكتور صلاح الغزالي بالزبط. حرب برضه وابن اخوه برضه دكتور وشاب ثوري جميل. المخدرات والحشيش الخمره والحشيش تحليلها عند المصريين بيبقى بسيط قوي، ان في نص ظاهر في القران ان الخمره حرام في مناطق معينة أو أماكن معينة بتعتبر الحشيش إيه؟ مش حرام. فلما أقول إنه مش حرام وقننه كمان يبقى أنا بزود في نسبة الارتفاع بتاعه، بدل ما أنا عندي حوالي 30 مليون متعاطي حشيش وهو مش مقنن هرفعهم ليبقوا حوالي 5 مليون متعاطي حشيش. الحشيش دلوقتي خطورته على المجتمع إيه؟ الحشيش خطورته كمادة بتأدي إلى إيه؟ الواحد يبقى الإدراك بتاعه قليل، الكفاءة الإنتاجية بتاعته الكفاءة الإنتاجية بتاعته تقل. وإحنا دلوقتي رئيس الجمهورية عندنا بيقول لنا اصحوا الساعة 6 الصبح واشتغل. الحشيش دوت هيخليك تفضل نايم لغاية الظهر، مش هتصحى ولا تشتغل ولا تعمل حاجة. عندي مؤتمر اقتصادي واستثمارات جاية، الناس تسمع ان مؤتمر اقتصادي واستثمارات جايه، يسمعوا ان الحشيش هيقنن في مصر. هيقنن في مصر يعني معناها العامل اللي عايزه يركز، البنا السائق اللي عايزه يركز ويبقى صاحي وعينيه مفتحه طول الوقت، ان الحكايه دي مش موجوده. خمره مقننه ومعزله الناس كلها مش ماشيه سكرانه في الشارع. طيب استاذ مرتضى منصور المحامي ورئيس نادي الزمالك. استاذ مرتضى اتفضل. مساء الخير استاذ وائل. مساء الخير استاذ مرتضى اتفضل. والله انا كنت الاول مصدوم بجد على المسطول اللي مشي، لكن دلوقتي صدمتي اكبر من الاستاذ الدكتور المحترم اسامه الغزالي حرب. وانا عرفت ليه الاحزاب السياسيه كلها احزاب هشه، وبقول للسيد رئيس الوزراء ما تقعدش معاهم هتلاقي معظمهم مساطيل للاسف الشديد. حشيش ايه يا دكتور اللي حضرتك بتتكلم فيه عايز تقننه وفكره ايه؟ استاذ وائل انا ملاحظ الاتي. في هوجه بين شبابنا اليومين دول، ناس بتتكلم عن الشذوذ الجنسي وعايزين يبيحوه، وناس بتتكلم عن عبده الشيطان، وناس ملحدين استغفر الله العظيم مش عايزين يعترفوا بربنا، وناس نازله شتيمه في البخاري. هو في ايه في مصر يا جماعه؟ هو البلد حصل لها ايه؟ الاخ المسطول اللي جري دوت كنت عايز يقعد بس عشان يسمع. ها معظم انا اشتغلت في النيابه كتير سنوات طويله، معظم جرائم القتل بين يعني الولد اللي بيقتل جدته او بيقتل امه او بيقتل ابوه بيبقى تحت تاثير مخدر يا استاذ وائل للاسف الشديد. فالهوجه اللي معموله دي يعني انا النهارده الولد الصغير طالع كده حفيدي اقول له نبقى اعمل له سندوتش حشيش بالفستق، ايه الهزار ده؟
ايه الكلام الفارغ اللي بيتقال ده؟ يا بيه عايز تغيب شعب، عايز تغيبه، غيبه بالمخدرات. للاسف الشديد دي فكره لا تناقش، وانا حزين اللي قاله الدكتور اسامه غزالي حرب السياسي البارع، وعايز كل واحد يتكلم في مجاله. دكتور اسامه اتكلم في السياسه، حضرتك لما تتكلم عن المخدرات اللي هي هو بيقول لك انه المنع، المنع بيجيب نتيجه عكسيه، ربما تكون الاباحه تؤدي الى التقليل منها، يعني هكذا يقول الدكتور اسامه. طيب نبيح الدعاره عشان عايزين فلوس، يعني كده بنعمل بيوت دعاره رسمي، واخد بالك، وكلنا بقى نحط قرون علشان نحتاجين قرشين. ده كلام عبث اللي بيتقال، ده كلام قله ادب، ده كلام قله ادب. استاذ وائل زي ما الاخ قال لك، معظم حوادث العربيات زي القتل بالضبط، السواق بيبقى محشش. انا اشتغلت في ابنوب والبداري، بس ابنوب اكتر في بلد اسمها المعده، دي معقل معقل زراعه البانجو والحشيش، واخد بالك. ياما ظباط ماتوا وهم رايحين يقاوموا، لانه الراجل الظابط ده هو طالع اولا هناك الحمله ما بقاش مدير الامن هو رئيسها، بيبقى وكيل النيابه ورئيس النيابه. احنا شفنا الموت كذا مره في جبال المعبده دي، علشان دي عصابات، طبعا بلد محترمه لكن فيها عصابات منظمه بتزرع ده. بتزرعه ليه؟ انت عارف انه اسرائيل دلوقتي مش محتاجه حاجه خالص. شعوب عربيه من جوه، دول حوثيين ودول داعش، بيموتوا في بعض. خلاص؟ خلاص، فاضل شويه شباب كده زي الفل طالع، طيب بقى نديله شويه حشيش. يا استاذ وائل من فضلكم. من ساعه ما الاستاذ عمل كتاب مصر مش امي، مصر مرات ابويا، واخد بالك، احنا داخلين في مرحله في منتهى الخطوره. ايه المرحله؟ ان احنا للاسف الشديد شبابنا اللي هو المستقبل، اللي هو بكره، اللي هو السيسي ومحلب وكل وانا وكلنا بنشتغل يا وائل عشانه، واخد بالك، انا عايز اخش في غيبوبه. الاستاذ اللي مشي دون هو طبعا شكله مسطول، واخد بالك، كان هو المفروض يحترم المشاهد ويحترم نفسه ويقعد لغايه ما يسمع للاخر افكار ايه. انا فاكره جاي يكلمني عن اطفال الشوارع، يا بيه حل لي مشكله العشوائيات، يا بيه عندي مشكله البطاله، عندي مشكله الاميه. انما احنا دلوقتي داخلين بقى ايه؟ عايزين الشذوذ الجنسي، والست تنام مع الست، والراجل ينام مع الراجل، وده يتجوز مش عارف راجل. هو في يا جماعه؟ دي مصر، مصر اللي مش عارف قيمتها يخسف 60 ده هيطلع بره، اللي مش عارف قيمه البلد دي اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم مصر قبل ما كرم المصريين، كرم مصر في القران الكريم. استاذ المحامي اللي قاعد ده ما اعرفش فكره ايه، وبانجو ايه، وحشيش ايه، وزفت الطين ايه. عايزين نشوف الناس الغلابه اللي بتاكل اوائل من الزباله، عايزين نشوف دول، عايزين نشوف الشباب اللي معاه دكتور ومهندس ومحامي وعاطل مش بيشتغل. ايه دي القضايا اللي قاعدين نناقشها؟ انما عيل مسطول جاي دلوقتي عايز الشعب كله يبقى مسطول ويمشي يتطوح. ايه اللي احنا فيه ده يا استاذ وائل؟ من فضلك، من فضلك، انت برنامج طبعا برنامج، وانت بتعالج مشاكل يعني بتوري للناس، بس يعني في ناس معينه المفروض لما يجي يطرح فكره زي دي تقول له يا ابني روح غرزه، اقعد في الغرزه، واخد بالك، شد لك نفسين وأدول انا جادح في النفسين. انما حرام، هي حرام، الحشيش حرام، لان كل ما يذهب بالعقل هو حرام، واخد بالك. واحد اتنين، ثانية واحدة وائل، فلوس انا هدي الواد، هدي الواد مصروف يجيب كشكول ولا عشان يجيب السندوتش الحشيش بالفستق؟ عيب، عيب والله العظيم. استاذ مرتضى منصور الف شكر، دكتور اسامة الغزالي حرب الف شكر. تليفونين اخرين، حنان من الزيتون. استاذه حنان اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير استاذه حنان، اتفضلي. انا بحيي حضرتك وبضم صوتي للاستاذ مرتضى منصور طبعا في كل اللي قاله، بجد كان الحوار بتاعه جميل. وعايز اعرف الاستاذ اللي قاعد، اللي كان قاعد مع حضرتك اللي هو ماشي ده، ازاي بيطالب ان احنا نبيع الحشيش على رنك كده، لما احنا نفسنا بلدنا اصلا نتخلص من الفساد اللي فيها ومن اي حاجه بتساعد اللي يبقى فيها فساد. عندي الحشيش علنا، طب ما نخلي بقى الهيروين علنا والدعارة علنا وكل حاجة علنا، وكمان بيعترف على الهواء بانه بيشرب حشيش. يا سلام يا سلام، يعني بجد ده لحضرتك بشتغل كتاب بنفسي والله العظيم. المدمن اللي بيبقى غصب عنه بقى مدمن، بيجي لما بيجي يعمل يقعد مع الدكتور يعمل جلسة علاج يبقى محرج وهو بيحكي للدكتور ان هو بيتعاطى المخدرات وفي مكان مقفول عليه، يعني كمان ما بيبقاش علنا كده على الهواء. بتوجه لك بالشكر.
استاذة حنان. استاذ عمر من قنا. استاذ عمر اتفضل. استاذ عمر اتفضل. اتفضل يا فندم. الحقيقة انت قامة اعلامية كبيرة ومعاك طاقم اعلام محترم ودايما بسيادتك بتناقش الموضوعات. اتفضل استاذ عمر. انا سيادتك سامعني؟ انا سامعك اتفضل. يا فندم انا على قد كان حزن على الابن الشاب المحامي اللي عندك بسحبه وبقول حزين على سياسي كبير زي الدكتور اسامه غزالي حرب. انا حزين فعلا ازاي اسمع هذا الكلام من راجل قانوني زي كده وراجل محترم وراجل سياسي كبير. ده افساد للشباب وافساد للمجتمع وعايزين مجتمع مغيب مجتمع مسطول. احنا بنحارب ارهاب وبنحارب بطالة وبنحارب مشاكل مجتمعية. يجي النهاردة ولد مسطول يتكلم على رائحة الحشيش ومعاه ولد محامي زي ابني صغير لسه مش عارف حاجة ويزيدها كمان وسام الغزالي حرب. لك الله يا مصر واشكرك يا استاذ وائل. بتوجه لك بالشكر. استاذ خالد. استاذ خالد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ تحياتي ليك ولضيوفك الكرام يا فندم. اهلا بيك اتفضل. والله يا فندم انتوا بتناقشوا قضيه يعني قضيه كبيره جدا جدا اكبر من قضيه اكبر من اللي الجيش بيعمله في سينا. يعني اكبر من اللي الجيش بيعمله في سينا. انتوا بتتكلموا في داخل اسره في داخل بلد في داخل بلد. يعني دلوقتي الاسره اعبائها زادت في ظل الغلاء الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي الابن بيروح المدرسه بياخد له مثلا 5 جنيه ولا 10 جنيه مصروفه. دلوقتي الاستاذ اللي مشي او الافكار اللي قاعده تطلع دلوقتي ديت الولد هيقول لي ايه عايز 20 جنيه. اقول له ليه؟ اقول له طب عشان اجيب له سبريس شيش. ده الاستاذ اللي قاعد في التلفزيون قال ان الامر كذا كذا والدنيا سهله وحلوه. يعني ليه احنا بقى ليه نعقدها يا بابا؟ ادي حاجه من حوالي دلوقتي يا فندم الناس الاسره بتعاني من غلاء في حاجات كتيره. فيعني بدل ما نيجي نناقش ازاي نقنن من الغلاء اللي احنا فيه او ازاي مثلا ندي فكره للاسره البسيطه تطلع من اللي هي فيه ده كله نقنن الحشيش يا فندم. طب خلاص نقنن بقى زي ما قال الاستاذ مرتضى منصور وانا معاه طبعا من المداخله بتاعته كانت جامده جدا مع حضرتك وكل كلمه قالها الاستاذ مرتضى منصور احنا معاه. بتوجه لك بالشكر. استاذ عبير. استاذ عبير اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضلي. الحقيقه انا كنت مستغربه جدا من جرأه الاستاذ اللي كان قاعد ومشي من شويه. مستغربة ازاي هو طرح الفكرة ومستغربة ازاي بيدافع عنها والمستغربة له اكتر من الاستاذ المحامي اللي قاعد جنب حضرتك. يعني مش عشان عايز تطلع في التلفزيون لازم تقول حاجة مجنونة عشان تطلع. ما ينفعش اشتغل عشان الناس تعرفك. انا ما قلتش حاجة مجنونة حضرتك. يعني مش لازم تقول حاجات غريبة. ومش انا صاحب الفكرة ولا انا اللي اصدرت البيان. الموضوع كله احنا بنقول ان دي فكرة مطروحة على الساحة. انا ما قلتش فكرة. هي مش خالف تعرف وخلاص. انت مش حافظ لك كلمتين وطالع تقولهم لنا كده. ما ينفعش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مصدق نفسك؟ انت مصدق نفسك؟ والله حضرتك وبعدين الفكرة وبعدين الخمور حاجة والحشيش حاجة. كلهم بيقضوا غياب العقل. بتشرب ثانية في طبقة معينة بتشربها وناس كتير بتستحرمها. انما الحشيش ثلاث ارباع الشعب مفكروا انه حلال. طب حضرتك بتعترف ان ده قطاع عريض من الشعب بيتعاطاه. طب ليه الدوله ما بتوجهش الكلام ده بصوره غير الاليات العاديه؟ لو سمحت ثانيه. ممكن زي ما الاستاذ اسامه قال ان الاليات مقاومته ان احنا نخف ال طيب الناس خلاص شالت برقع الحياه. اي حد عايز يناقش حاجه عادي جدا. مش ممكن يا جماعه كده. مش ممكن. استاذ عبير في دماغه فكره وهو مسطول يطلع يقولها لنا. دكتور شحات من دمياط. استاذ عبير الف شكر. اتصال تليفوني اخير. دكتور شحات اتفضل. دكتور شحات يا استاذ وائل. دكتور شحات اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ الحمد لله تمام. والله انا بصراحه بحييك وبارفق عليك وعلى طول بالك مع الجماعه اللي قاعدين جنب حضرتك دول. الله يخليك اتفضل. يعني انت ناس من الناس الوطنيين الناس الاعلاميين المميزين في البلد.
واخد بالك، واخد هموم كل شباب البلد على عاتقك. انا عايز اسال الاخ المحامي، واسمه الاول مصطفى شعبان يا فندم. انت يا استاذ مصطفى انا عايز اسالك سؤال. اتفضل تحت امرك. انت عندك زوجه وعندك اولاد؟ عندي زوجه بس لسه ربنا ما اكرمنيش باولاد. تمام. انت لو عرفت ان المدام بتشرب حشيش هيبقى تصرفك ايه يا فندم؟ انا نفسي ما بشربش الحشيش ولا بشرب سجاير. انا بقول لحضرتك في مشكله بتواجه، يعني حضرتك مشكله تعاطي الحشيش دي مشكله مدمنه. احنا يعني في حد طرح فكره لعلاج المشكله دي؟ انا فكره ده اولا حرام شرعا وقانونا وفي جميع الاحوال. مع الخمور حرام شرعا وقانونا ومباحه، ومع ذلك نسبه مضاعفينها قلت كتير قوي عما كانت مجرمه. بص 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 حضرتك، هو الاخ اللي كان موجود اللي انسحب من الحلقه اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ اسامه. استاذ اسامه. طب يا استاذ وائل، الاستاذ اسامه اللي انسحب من الحلقه اقول لك 42 مليار هتقطع ال 42 مليار مع ضياع القيم من البلد. اه يعني 42 مليار ايه؟ لا ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه كبيره بقى. ده ال 42 مليار دول حجم الفلوس اللي بتخرج من الدوله في التجاره دي، انما الدوله بتكلف التجاره دي علاج من خزينه الدوله، وبتكلفها مكافحه مخدرات ومواجهه امنيه. كل المصروفات دي على هذه التجاره. لما يتقلل الحكايه دي هتزيد يا فندم. احنا بنقول حط ضوابط معينه بحيث ان انت لو سمحت كده اتكلم. اكتر من 100 مليار حضرتك قضيه امن تستنزفهم سنويا. بتتكلم قضيه امن قومي، الناس عايزه تتشهر بتتكلم في قضيه امن قومي. احنا انت ما تعرفش ان في علاقه بين الارهاب. بتوجه اليكم جميعا بالشكر. يعني اللي استاءوا من المناقشة نتفهم وجهة نظرهم، واللي تقبلوها وقالوا انه تعالوا نتأمل في كل ما قيل، لانه كمان بيكشف عن عقليات وتوجهات. يعني حتى صاحب الفكرة مش هو فقط، يعني انتوا شايفين الدكتور أسامة الغزالي حرب أيده، وفي محامي جاء بمحامي استاذ مصطفى شعبان يؤيده يعني ويدافع عن الفكره. احنا الفكره مطروحه. لكن في كل الاحوال الذين انتقدونا لمناقشه او مجرد مناقشه هذه الافكار لديهم كل الحق، والذين لم ينتقدونا وتفهموا يعني ليه بنناقشها ايضا نتفهم ذلك. لكن اللي بيهمنا من خلال هذا الكلام، أنا أمام فكرة سواء كانت عبثية سواء كانت جادة من أصحابها، إنما لا يمكن أبدا إن في حد يوافق على تقنين الفساد والانحراف. ومثل هذه الأفكار زي ما قال أو زي ما قالت وزارة التضامن الاجتماعي تهدد السلم الاجتماعي، وإنه كمان بتنسف كل جهود الدولة وكل الأموال التي دفعت والجهود التي بذلت من أجل مكافحة المخدرات. حتى لو كانت الفكرة عبثية فوضوية عشوائية، لكن كمان المناقشة يمكن أن تكشف عن الكثير من الملاحظات من الخيوط من التوجهات عند البعض. بعد الفاصل هنشوف أول تجربة من نوعها في جامعة المنصورة لتعيين الشباب الطلاب كمعاونين لرئيس الجامعة. هنشوف ازاي الشباب ممكن يساهموا في اتخاذ القرار، ممكن يساهموا ازاي في التفكير لحل وعلاج المشاكل. اتمنى انه الاستاء من هذه المناقشة لانها عبثية وليست جادة يقعد معانا وينتظر المناقشة الجادة المتعلقة باول خطوة من نوعها لتعيين الشباب طلبة الجامعة كمعاونين لرئيس الجامعة. رئيس جامعة المنصورة هيكون معانا ومعاه الشباب.